مشاهدينا في هذه الساعة نختم معكم في هذه النافذة فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة وقمة طاقة المستقبل بدورتها العاشرة. تابعنا على مدى هذا الأسبوع العديد من المواضيع التي طرحت هنا، اهتمامات الدول في مستقبل الطاقة المتجددة، العديد من المشاريع تم نقاشها، كان هناك حضور لافت للمملكة العربية السعودية، والعديد من الاتفاقيات المليارية يمكن القول التي جاءت بها حصيلة هذا الأسبوع. سأترك الحديث لضيفي في هذه النافذة الختامية لفعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وأرحب بالسيد بدر اللمكي المدير التنفيذي لإدارة الطاقة المتجددة في مصدر، كما أرحب أيضا بالسيد محمد نواف طعاني الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة. أهلا وسهلا بكما. أستاذ بدر، سأبدأ معك. يعني تابعنا العديد من الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها، الكثير من المشاريع المشتركة كانت تبحث في ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة. حصيلة هذه الاتفاقيات إذا تحدثنا بالأرقام كيف جاءت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أسبوع ناجح بكل المقاييس. انطلق الأسبوع بالإعلان عن تمويل مشاريع طاقة متجددة في الجزر الكاريبي بمجموع يبلغ حوالي 50 مليون دولار. طبعا مصدر راح تشارك في هذا تنفيذ هذا المشروع. هناك خلال الأسبوع أيضا تم توقيع اتفاقية تمويل أكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة في الأردن الشقيق مع صندوق النقد الدولي IFC، والتمويل راح لا يقل عن 200 مليون دولار. هناك أيضا الإطلاق عن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة الذي تم توقيع الاتفاقية مع شركة بيئة التي تطورها بشكل مشترك مصدر وبيئة. المشروع أيضا حيوي ونوعي من نوعه، راح يلتفت إلى موضوع التخلص من النفايات ومكبات النفايات وتحويلها واستغلالها لإنتاج الطاقة، فبالتالي مشروع مستدام أيضا تكلفته لا تقل عن 180 مليون دولار. فبالمجمل أعتقد مجمل الاتفاقيات التي قامت فيها مصدر لا تقل عن حوالي نصف مليار دولار. نصف مليار دولار خلال هذا الأسبوع. محمد، يعني أنتم كهيئة عربية للطاقة المتجددة اليوم كيف تراقبون هذا التوسع التدريجي من دول المنطقة والاهتمام؟ تحدثنا عن حضور لافت للمملكة العربية السعودية، هناك خطوات جدية باتجاه تنويع مصادر الطاقة، هذا ماذا يتطلب على صعيد، دعني أبدأ معك بالصناديق التمويلية التي ربما تكون على صعيد عربي. يعني إذا تابعنا عالميا منذ فترة قصيرة تم إعلان عن صندوق عالمي أطلقه بيل غيتس بحوالي مليار دولار يشترك فيه عمالقة المستثمرين في الولايات المتحدة. المنطقة العربية حتى تؤسس صناديق مشابهة أو مماثلة، إلى ماذا نحن نحتاج؟ يعني حقيقة كونك بلشتي بالمملكة العربية السعودية، وقبل هيك طبعا بدنا نشيد بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي قدرت تأسس لبلاتفورم حقيقي أو ملتقى حقيقي لرجال الأعمال على مستوى العالم، وتكون هاي النواة تحرك السوق العربي في مجال الطاقة المتجددة. يعني بجزء بال 2010 كانت الصورة تختلف تماما، زي ما تفضلتي في حركة الآن بالتدريج، وبالتالي المملكة العربية السعودية بنحكي عنها كأكبر دولة عربية فيها استهلاك للطاقة. بتوقع أنه مش راح تبعد أكثر من سنتين ويكون عندنا كمان صندوق عربي حقيقي للطاقة المتجددة، لأنه بلشت التشريعات الحقيقية بالدول العربية، وكمثال الأردن بلشت بالقانون بال 2012. نعم. وهناك في تعاون عربي حقيقي بين الدول العربية حتى دوركم كهيئة ربما بتسهيل إنشاء مثل هذه الصناديق. طبعا دورنا احنا، لأنه احنا نعتبر وسيلة ضغط على الحكومات وعلى المؤسسات المختلفة حتى يكون في تعاون حقيقي لموضوع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وكمان غير هيك احنا كمان يعني بنحس القطاع الخاص بالوطن العربي بحاجة إلى تأهيل كبير جدا بصراحة. هي ليس فقط الحكومات اللي هي مطالبة انها تسن التشريعات والقوانين. على سبيل المثال بالأردن احنا ان دور حقيقي كون الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالأردن، حسينا من خلال القوانين انه لازم نوجد فرص عمل حقيقية للشباب، وبالتالي هذا بدعم موضوع التنمية المستدامة اللي هو هذا بحث الدول العربية تستشرق المستقبل زي ما بتعمل
دولة الإمارات ويفكروا نعم. أكثر إنها كيف الاستثمارات تخدمنا بطريقة ممتازة وتخدم اقتصادنا. بما أنك ذكرت دولة الإمارات، يعني بتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة ينعقد منتدى دافوس العالمي، الإمارات أطلقت من هناك تقرير استشراف المستقبل، طبعا الطاقة المتجددة ركن أساسي في هذا التقرير. أستاذ بدر، ما هي الرسالة التي أرادت الإمارات أن توصلها من خلال إطلاق هذا التقرير من أكبر تجمع لصناع القرار ورجال الأعمال في دافوس، وخاصة في هذه الظروف التي ربما نشهد بعض المناهضة لموضوع مسألة تغير المناخ من قبل الولايات المتحدة، وهو أمر ناقشتوه مليا هنا؟ نعم، أعتقد دولة الإمارات أكدت من جديد بأنها سباقة رائدة معنية بلعب وترك بصمة أساسية في موضوع ونقاشات تغيير المناخ، فإطلاق هذا التقرير غير مفاجئ، وبالعكس يصب في سلسلة الخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات، وهي كانت رائدة في المنطقة جميعا. يعني هل هذه خطوة باتجاه العالمية أيضا وليس فقط الريادة على مستوى المنطقة؟ بالفعل دولة الإمارات من خلال عملها مثلا في احتضان الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في العاصمة أبوظبي كان لها دور فعال في هذا الشأن، مما رفع من أهمية الالتفات إلى نقاشات تغيير المناخ. دولة الإمارات من خلال إطلاقها لمنصة مثل منصة أسبوع أبوظبي للاستدامة أيضا تعلو ب أهمية هذا الملف، ونذكر أيضا هنا بانعقاد فعاليات المنتدى الأطلسي للمرة الأطلسي الأولى الأمريكي في هذه الدورة. فدولة الإمارات تستشرف المستقبل وفي ظل القيادة والتوجيه من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وهذا يعني شيء غير جديد على دولة الإمارات. سيد محمد، يعني ما أنه تحدثنا عن القطاع الخاص، نحن نعلم أنه التمويل ركن أساسي في لنهضة هذا القطاع، قطاع الطاقة المتجددة والاستثمارات فيه كما يجب. ما هي الأدوات التمويلية التي يجب ربما أن تركز عليها الحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص على سبيل السندات الخضراء، صناديق التي تحدثنا فيها؟ يعني بصراحة الملفت للنظر أنه الحجم الاستثمار للطاقة المتجددة راح يكون رهيب جدا، هو أكبر رقم يعني ممكن الواحد كونكم بلشتوا أنه تقريبا على هامش الأسبوع تقريبا نص مليار. إحنا بنتوقع كهيئة عربية حجم الاستثمارات ما بين 500 مليار لغاية 1 تريليون بالطاقة المتجددة من الآن على الرغم من الآن لسنة 2050، على الرغم أنه الدول العربية أو يعني الدول الخليجية من المنتجة للنفط، لكن راح تكون تشهد ثورة حقيقية في عالم الطاقة المتجددة، وهذا بتطلب أنه العرب يكون عندهم القدرة والأفكار الخلاقة حقيقة بدون مجامل الموجودة في دولة الإمارات، أنه نخلي هذا الاستثمار الاقتصاد يخدم الشعوب العربية، وبالتالي خلينا نطلع من عملية المونوبولي صندوق دولي كذا إشي. لذلك لازم يكون التولز لقيادة قطاع أو الاقتصاد العربي للطاقة المتجددة والحجم الهائل هذا لازم يكون عربي. لذلك الحكومة الأردنية، أنا من الناس اللي انبسطت جدا أنه مصدر اشتغلت على أكبر المشاريع حار، وبالتالي لازم الدول العربية يعني تشتغل منفردة، يتم تنسيق أيضا منفردة، يعني يكون فيها صناديق مثل ما في بالأردن صندوق للطاقة المتجددة ومجتمعة حتى تقدر ينعكس هذا الاقتصاد اللي حضرتك حكيت عنه، اقتصاد أخضر ويفيد الدول ويفيد المجتمعات، ونضغط فيه بنفس الوقت يعني على القطاع الخاص. على أمل أن تخطو الدول بهذا الاتجاه. سيد محمد نواف طعاني، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة، أشكرك جزيلا. أيضا أشكرك سيد بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة المتجددة في مصدر. ومعكما نختم إذن تغطيتنا لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي واكبناكم فيه على مدى أيام هذا الأسبوع، واستعرضنا فيه أبرز مستجدات وهواجز قطاع الآن ومستقبلا.